هذا التنظيم هذه هذا اللقاء جاء من مبادرة من المغرب ومن مباركة من صاحب الجلالة من أجل الدفع بعجلة البحث العلمي، لأن البحث العلمي هو قاطرة التنمية، وكل دولة أخذت على حدة فهي صغيرة مهما كان حجمها الاقتصادي. والآن ترون مدى اهتمام هذه الدول بالتعاون، لأنه لا يمكن لأي دولة متوسطة لوحدها أن تقفز إلى المستوى العلمي دون التعاون مع جيرانها. والحمد لله هنا كل دولة تريد تنظيم هذا اللقاء السنة المقبلة إن شاء الله، إذا هناك نجاح كبير. ولي اليقين أن الجامعة المغربية ستنخرط مع الجامعة الأورو متوسطة في البحث العلمي، وهذا هو ما يمكن أن يؤهل المغرب إذا أراد فعلا أن يكون له موقع في العولمة إن شاء الله.